هل تسمعني؟ قدمي عالقة بصخرة. انتبه سأعود المشأة. لا أتتبع أثر ترينيتي، لا أريد جذب الانتباه. أنا في طريقي إليك. لن أستغرق طويلا. جونا لقد خرجت، احذر، فالطريق الى الموقع مفخخ. حسنا، لم تنتهي جماعة ترينيتي منه بعد. انهم يحمون شيئا. مرت 6 أسابيع ولا ادلة اكيدة بعد عن هوية قائد مجموعة ترينيتي المحلية، لكنني تحدثت مع بعض الناس في البلدة وهم متحمسون ان شخصية هامة ستحضر يوم الموتى. اسمه دومينغيز، علينا تقصي امره. جونا لقد وصلت. أنا في طريقي، كنت أصل. لم أنتظر، آسفة، كن حذرا. جميل،
لارا. واه، انظري لهذا المكان. يبدو أن البحث أتى بثماره، وعرفنا أهداف ترينيتي. أجل، لم يريدوا أن نصل إلى هنا. سعيد لاتباع ملاحظات والدك. رأيت المكان حيث انهار الممر عليك بالخلف. تودين أن نتفقد هذا الجرح؟ لا، أنا بخير. ما كل هذا؟ مجموعات نجمية. هذه النقوش نوع من الألغاز. سمكة وردية. سمكة وردية؟ الجبل المتوج بالفضة. أرى تاريخا هنا، لكن هناك شيء غريب. يبدو أنه قد تعرض للتلف، ربما عن قصد. لما قد يتلف ترينيتي هذا؟ إنهم عادة يدمرون كل شيء. لا، التلف قديم جدا، لكن من يترى عبث بها؟ لارا، علينا الخروج من هنا. لارا، يجب أن أحصل على هذا. هيا. تحركي، تحركي. أسرع. هيا. لو لم تجرني إلى الخارج لكنت ما زلت ألتقط الصور. لظللت بالداخل وما كنت لتفعل الكثير. جونا، اسمعي، تريدين بعض الراحة؟ وبعدها نجتمع في المقهى. يفترض أن يكون دكتور دومينغيز هناك الليلة. جيد، سأحاول حل اللغز وأرى إذا كان للتاريخ علاقة. صحيح، سمكة نوردية، جبال متوجة بالفضة. سأبحث الأمر. بالمناسبة، هذا المقهى يفترض أن يكون طعامه جيدا. أعرف الطاهي. لست جائعة. ماذا بعد كل هذا؟ أتضور جوعا. ها هو. هل من جديد بشأن دكتور دومينغيز؟ ليس الكثير. يقود أعمال تنقيب لترينيتي في المنطقة. لقد ذكره أبي في يومياته أكثر من مرة. إنه خبير في أثار فترات ما قبل الاستعمار. يقولون إنه رجل عظيم، دعمه كبير للمدينة. إذن كيف ساقك؟ جونا، انظر اللغز، اتجاهاته للعثور على المدينة الخفية. اذهب جنوبا على طول الشاطئ للعثور على السمكة الوردية. وجدت حلا لذلك. إنها الدلافين الوردية، توجد فقط في الأمازون وتستكمل. ثم طارد قلب الأفعى نحو الجبل المتوج بالفضة. انظر إلى هذا، إنها كوكبة الشجاع الأفعى. هذا النجم هو القلب، إنه يقع في الجنوب الغربي. إذن الجنوب الغربي من نهر الأمازون. البرازيل. بيرو. بيرو؟ حسنا، هذا التاريخ الذي كان بالأطلال. هل ترى؟ إنه تالف. هذا الرقم يبدو كـ13 بلغة المايا، لكن ماذا لو كان فعلا 8؟ إذا عدلنا دورانا. دوران الأرض تميل، لذا مع مرور الوقت تظهر النجوم في أماكن مختلفة في الأفق. هذا مهم لتسترشد بالسماء ليلا. في تقويم المايا هذا فرق 2000 عام. أنا ذاك كان قلب الأفعى يتجه مباشرة نحو الغرب. إذن لهذا هو في البيرو وليس البرازيل. ترينيتي بحثت في المكان الخطأ. بالضبط، علينا البحث عن الجبل المتوج بالفضة في بيرو. هناك المزيد، شيء ما بخصوص مفتاح الذي تبحث عنه ترينيتي في المدينة الخفية. أيها دكتور، لقد عثرنا عليه. ماذا؟ دانيال، سمعت هذا؟ لنرى أين سيذهب. مهلا، انتظري، إنهم يراقبون المكان. دعينا نتخفى وسط الآخرين. إن رجال ترينيتي مسلحون. لقد سمعت أنهم أحضروا تعزيزات. ف...
سأبقى بعيدة عنهم لأتجنب ما حدث مع آخر مجموعة قضينا عليها. لابد أنهم يعرفون بوجودنا في الموقع الآخر. كم هي ليلة مريحة فعلا. إلى أين ذهب دومينغز؟ لا أظن ابتعد كثيرا. لابد أنه في الساحات في مكان ما. أجل، لنلقي نظرة. لابد أن أحدهم يعرف شيئا. مرحبا سامي، كيف يسير الأمر؟ هل يوجد أثر ما؟ لا، لنتابع البحث. ربما سأشعل واحدة من أجل أمي. لست معتادة على الحشود. أتفضلين محاربة الموت الأحياء أم الخالدين؟ لا، لا بأس. جونا، إنه عند البوابة. إنني أرى. جيد، تأكدوا من أن لا يتعلم. يمكنني العثور على طريق من فوق الجدار. سأهتم بأمر أولئك الرجال. أيها الرفيقان، كيف حالكما؟ بخير، لا يمكنك المرور. سمعت أنه كان يلقن مهرجان جنوني بنساء يتزين بالجماجم. أتعرفني شيئا على هذا؟ المكان ليس لسياح. قامت ماريا بدعوتي. هل تعرفانها؟ إنها قريبتي، جدتي كانت من هنا ليرحمها الرب، رغم أنه لا يبدو علي ذلك. أردت أن أقدم شيئا كقربان أو ما ذلك الشيء الذي تفعله بالأغطية؟ حسنا، تعرفان؟ أرى أنكما مشغولان، لن أضيع المزيد من وقتكما. وصل العمل. شكرا لخدماتكم. بالحفاظ على أمننا. إلى اللقاء. جونا، لقد دخلت. جيد، لم يكن هؤلاء الحراس عند البوابة. يبدو أن دومينغيز يشك بشيء ما. المعذرة. اتصلت بالمجلس الأعلى أيها القائد. أجل سيدي، حتى بعد الفشل الذريع بالبرازيل لا يشكك أحد بقيادتك المنظمة. قطعنا شوطا طويلا لنتوقف. أجل سيدي، إنهم متاهبون ليعيش. جونا، أظن أن دومينغز ليس قائد هذه المجموعة فحسب، بل هو قائد ترينيتي. يجب أن نكون حذرين. أجل، سمعتك. ديسكولبي سنيتا. هذا خطأي. فعل أحدهم فخاً في الموقع الأول، نظن أنها كرافت. مهلا، ما الخطأ؟ أريد تأكيداً أيها القائد. لا مزيد من التقييمات. سأتأكد من أن نحصل على تأكيد بصري. جونا، أظنهم لاحظوني. سأجرب الممر الخلفي. سأعثر على طريق آخر. دكتور، son muchos de sus hombres. لن يضرك المزيد من الحين. أنت بغاية الكرم. شكرا لك. علينا الذهاب. هنا القائد وورد. يطلب دومينغز تأكيدا على أن كرافت هنا. لديكم الصورة، أنثى قوقازية في أوائل العشرينات. تلقيت هذا؟ جيد، سيجدون. جيد، لا أريد أن يدخل أي شخص إلى. أنت اخرجي من مكتبي. عذرا. أغلق الباب بعد أن تخرجي. حسنا. لا تقلق، اذهب العب. قراءات المواقع لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل. إنهم
ارتاحوا إلى مرحلتنا الثالثة. إن كان الأمر هكذا سنكون مستعدين. جونا، لقد دخلوا موقع الحفر. إنه مسيج ويوجد حارس. سأجد طريقة أخرى للدخول. لقد عثرت على موقع ممتاز. سأراقب المحيط الخارجي. لابد من المزيد خلف هذه الآثار. هرم من حضارة المايا داخل ما يشبه كهف مدهش. خذوه إلى منطقة البقايا الأثرية. لابد أنها بعيدة عن مدى السمع. لا لا أرجوك لا تصاعد الأمر أكثر. هلا أسرعت. إنهم أي كلمات؟ انتظر انتظر، أنا موظف الحكومة، من المفترض أن أكون هنا. ليس بعد الآن أيها السيد عالم الآثار، تم فصلك من عملك. لا أرجوك، لدي حكم. لن أؤذيك. أنت تعمل لترينيتي؟ ما الذي اكتشفوه؟ لقد كانوا يبحثون عن مدخل المعبد لسنوات عديدة. عثرنا عليه اليوم. علي تحذير أختي، فهي في طريقها إلى هنا. جونا، حاولت ترينيتي للتو قتل عالم أثار محلي. يا إلهي، يجب أن أجد ما يبحثون عنه. هنا القائد رورك. إلى كل الفرق، استعدوا لعملية التعتيم. أعرف هذا الشكل. إيشال، إلهة القمر المكتمل. أوه، وهذا شكشال، إلهة القمر الجديد. يوجد نقوش كتابية. شكشال، يوجد المفتاح أمام نظرتها. المفتاح، هذا هو. لابد أن المدخل بالأسفل. علي النزول. حسناً، ينبغي أن ينجح هذا. Thank you.
استعدوا، دكتور دومينغيز في الطريق. دبان، يجب أن أسرع. أستطيع فعلها. يتوجه نظر التمثال إلى الكهف. هذا هو جونا، سأدخل كهفا، قد نفقد الاتصال. تلقيت هذا، سأبقي عيني على ترنزي هنا بالخارج. يبدو أن المياه كانت تغمر هذا الكهف. تآكل النقوش على هذا العمود التابع لحضارة المايا يمنع قراءتها.
يجب أن أعثر على المعبد الذي يبحث عنه دوينجز. جونا، لقد فعلتها. أنا داخل المعبد تحت الأرض. جيد. واو، هذا ليس جيدا. لارا، ترينيتي ينسفون طريقهم إلى الداخل. أستطيع تخمين هذا، إنهم يسببون اهتزازات. يوجد حلول، سأصعد إلى القمة. بعض المنصات يمكن أن تساعدني على الوصول لأعلى. أبحث عن شيء لإثقال الوزن لإنزالها. الاتصال ينقطع. لدي بعض التحركات هنا، سوف أقترب. جرس عالق. هل
جونا. نعم أنا هنا. جونا توجد جدارية هنا، إنها تبين صندوقا، يقول النقش صندوق إشال الفضي، لابد أنه الموجود في المدينة الخفية. هذه أسطورة المايا تقول إن الصندوق سيستدعي الإله كوكولكان. إله الخلق، أهذا ما تبعث التي خلفه؟ مهلا، هناك المزيد. يبدو كأنه سلسلة من الكوارث، إعصار تسونامي، عاصفة، زلزال، انفجار بركاني، دمار كثير بالنسبة لإله الخلق. حسنا، حسب معتقدات المايا كوكولكان هو إله الخلق والدمار. إن هذه تشبه كوكبة الشجاع، لكن النجوم ليست في أماكنها. ترينيتي على هذا. أين نفكر بهذا المنزل؟ تباً لارا، جنود ترينيتي قادمون نحوك. اذهب إلى أرض مرتفعة. لا، لقد أخذته، أليس كذلك؟ أسرع. إنهم في الطريق. من هم؟ دكتور دوليسون مزيد من الرجال. يبدو أن له وجهة الحق القادم. هل يبدأ الحصار إذا؟ أجل، لهذا السبب جاءت التعزيزات. أجل، لقد سمعتك. حسناً، دومينغيز قادم الليلة. لقد فهمت. ما أخبرك به هو أن الأبطال سوف تأمر هذا. ما الذي تظنني أفعله بحق السماء؟ إنني أفحص بضخة المياه الآن. حسناً، لنتأكد من أن كل شيء بحال. كيف هي تلك المضخة؟ أجبني، هل انتهيت من أمر تلك؟ أعني بتجهيز هذه المصابيح. تم بدء عملية التعقيم. لا تسمح لأي من العمال المحليين بمغادرة الموقع أحياء. تبا، لقد خططنا من أجل هذا. تأكدوا من تأمين المنطقة. ماذا في الداخل برأيك؟ لا أعلم، لكنني سمعت أن القراءات تخطط المعدل الطبيعي. دعنا نتأكد فحسب أن المحيط آمن عند وصول القائد جوار. سنكون جاهزين. المفتشون قادمون، استعدوا. تم إلغاء امتيازاته. والموقع تم تأمينه. يجب أن أكون سريعا. حسنا، فلنتخلص من الجثث. أنت رد. تسمعني؟ Domingos!
يقتل رجالنا. تبا علم. رأيت الهدف. كم أكره الروحيات. تبا هناك المزيد منهم. أنا وقت الراكب جيد أنني أتيت. أجبني أقضى لنا نشاط حربية لكن خير. أرجو ألا يكون هناك المزيد. توقفوا. لا تؤذوها. لارا كرافت. لم أتمنى أن نتقابل بهذه الطريقة. تعلمين كنت مهتمة بمتابعة عملك. ترينيتي هكذا دوم. إنه في مكان آمن. ليس بحوزتك. لم يخطر ببالي قط أنك قد تأخذينه هكذا. بهذا المفتاح والصندوق الفضي يمكننا إعادة تشكيل العالم بلا ضعف أو وحشية، وبالتأكيد خالي من كل هذا. ولكن من دون الصندوق إنها نهاية العالم وموت الشمس. أنت تكذب لارا. شعرت بالأمر عندما أخذت المفتاح. الهزاد أمر شائع. هناك موجة تسونامي قادمة وستكون أول كارثة من بين الكثير كلها بسببك. كنت ستقوم بالشيء ذاته. ربا أجل. بأخذك المفتاح بدأت نهاية العالم. أتعرفين كم المآسي التي ستسببينها؟ يجب عليك إيقاف كل هذا قبل أن يقضى عليك.
لارا، كنت قلقا. لقد فشلت، بل أسوأ. ما قصدك؟ دومينغيز، لقد حصل على الخنجر، لقد فقدته. بعد كل العناء الذي تكبده أبي، لقد سلمت ترينيتي كل ما يحتاجونه. سيستخدم الصندوق والخنجر ليعيد تشكيل العالم. يعيد تشكيله إلى ماذا؟ لا أعلم. يظن أن بوسعه تطهيره من الخطيئة والضعف. رجل مثله يجب أن نوقفه بأي ثمن. أنا السبب. سنتصرف، اتفقنا؟ أعدك بهذا. لا 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 لا، علينا الوصول إلى المدينة الخفية والعثور على الصندوق الفضي قبل ترينيتي. حسناً، لكن أولاً علينا إيصال هؤلاء إلى مكان آمن، ثم البحث عن الصندوق. لا أحد بمأمن. إن حصل هو على الصندوق أولاً، علي الذهاب. أنا الوحيدة. تستطيعين وحدك فعل ماذا؟ لا تعرفين أنك السبب في كل هذا يا لارا؟ لا يدور كل شيء حولك. الناس هنا يحتاجوننا، نستطيع فعل الخير الآن. وأيضا ما الذي نسترشد به؟ لغز؟ سنحتاج أكثر من سمكة وردية وتيجان فضية لنصل إلى المدينة الخفية. سأساعد هؤلاء الناس ثم أعثر لنا على طائرة.
أعتقد أننا نبحث عن جبل بركاني، التاج الفضي، وربما هو مجموعة من السحب. لا أستطيع التوقف عن التفكير في أولئك الأشخاص، لقد فقدوا كل شيء. تقول الأحجية الحق بقلب الأفعى حتى الجبل المتوج بالفضة حيث يتجاور التوأم، لكن ما هما التوأمان؟ يبدو أنها عاصفة خطيرة. إنها أمطار خفيفة، سنركز على الجبل الملبد بالغيوم. جبل ملبد بالغيوم، إذا عثرنا عليه كيف نتأكد أنه الجبل المطلوب؟ مجرد حدس، إنه دليلنا الوحيد. تقول الجدارية سيقع المزيد من الكوارث، وأفضل ما يمكننا هو وضع حد للأمر والترينيتي. حسنا، لكن كيف لنا نتأكد؟ جونا، ما شعرت به عندما أخذت الخنجر. أتقصدين أنك شعرت بالزلزال؟ أكثر من هذا، شعرت وكأنني أيقظت شيئا ما. أعلم أن الأمر ليس منطقيا ويصعب تصديقه، لكن ثق بي. يجب أن نثق ببعضنا. انظري، يبدو أن لدي شيئا هنا. حقا؟ لا تعجبني هذه العاصفة، هل يجب أن نعود في الصباح؟ نحن مقترب جدا. أظن أن بعض التقلبات لن توقف ترينيتي أيضا. ميغال، هل يوجد مكان للهبوط؟ أجل، يمكنني أن أهبط قرب كوار باكو. لنذهب. تمسك في الرحلة ستسوء.